بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي جعل الصلاة كتاباً موقوتاً على المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. قد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة ليلة المعراج فوق السماوات، ونزل بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته وصلاها بهم قبل الهجرة إلى المدينة، مما يدل على أهمية هذه الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على أهميتها أن الله سبحانه وتعالى أمر ببناء المساجد لها وترتيب الأئمة والمؤذنين الذين يدعون إلى هذه الصلوات في اليوم والليلة خمس مرات بأعلى صوت: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ومما يدل على أهمية هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى قرنها مع الصبر وأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومما يدل على أهمية هذه الصلاة أن الله وصفها بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومما يدل على أهميتها أنها تشتمل على ذكر الله جل وعلا. قال تعالى: ولذكر الله أكبر. فهي عبادة عظيمة يصليها المسلمون في أوقاتها، فيكفر الله بها خطاياهم ويمحو بها ذنوبهم. فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري على باب المسلم يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات، فلا يبقى من درنه شيء، يعني لا يبقى من أوساخه شيء، فكذلك لا يبقى من سيئاته شيء. وقال تعالى: وأقم الصلاة، وقال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه الصلوات لها مكانة عند الله عز وجل، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله.
وهذه الصلاة ليست مجرد قيام وركوع وسجود يفعله الإنسان متى شاء وفي أي مكان، بل إنها عبادة عظيمة جعل الله لها مواقيت تؤدى فيها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أنها تؤدى في أوقات معينة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فلا يجوز إخراجها عن هذه المواقيت من غير عذر شرعي. فمن أخرجها عن مواقيتها من غير عذر فإنها لا تقبل منه. وإن صلاها، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإضاعة الصلاة والسهو عنها في هاتين الآيتين المراد به إخراجها عن وقتها، فمن أخرجها عن وقتها من غير عذر فقد سهى عنها وضيعها، ولا تقبل منه عند الله لأنها لم تؤدى على ما يرضاه الله سبحانه وتعالى وما شرعه الله في مواقيتها. وكذلك مما يتعلق بهذه الصلوات الخمس صلاة الجماعة، فإنه ليس للمسلم أن يؤديها وحده مع قدرته على صلاتها في الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف ومعي رجال علي معهم حزم من حطب فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وصفهم بالنفاق لتخلفهم عن صلاة الجماعة، وهم بإحراقهم، لكن منعه من ذلك ما في البيوت من النساء والذرية ومن لا تجب عليهم الصلاة، كما في رواية للحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف من يتعمد ترك الصلاة بالكفر المخرج من الملة. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أهل السنن. فالواجب على كل مسلم أن يحافظ على هذه الصلوات في مواقيتها ومع جماعة المسلمين وفي بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن هذه الصلاة هي عمود الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالذي يدعي الإسلام وهو لا يصلي كالذي يقيم بيتا بلا عمود، ولا يقوم البيت إلا على العمود. فالواجب على المسلم أن يحافظ على صلواته كما أمره الله سبحانه وتعالى من أجل أن يقيم دينه ومن أجل أن يكون من المسلمين، ولا يضيع صلاته أو يتهاون بها أو يلهو عنها، لأنها هي رأس ماله وثمرة حياته وصلته بربه عز وجل. فكيف المسلم يقطع الصلة بينه وبين ربه وهو أحوج ما يكون إليه، ولا يصله بالله إلا هذه الصلوات التي فرضها الله عليه وأمره بها. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمحافظة معناها أن الإنسان يؤديها في أوقاتها مع جماعة المسلمين كما أمره الله جل وعلا بها. قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون، المداومة عليها من حين يبلغ الإنسان سن الرشد عاقلا إلى أن يموت. واعبد ربك وكن من ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيحافظ على صلاته على صلواته من حين يبلغ سن الرشد حتى يموت، بل إن الصبي المميز يؤمر بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم للمضاجع. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على صلواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
سلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى، لقد كثر التساهل في هذه الصلاة في هذه الأزمنة، وانشغل عنها كثير من الناس بملذاتهم وشهواتهم وأعمالهم الدنيوية. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكما سمعتم أن المؤمنين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمعوا النداء للصلاة أغلقوا دكاكينهم وأقبلوا على الصلاة، فإذا فرغوا من الصلاة رجعوا إلى بيعهم وشرائهم، فيكونون من عمار بيوت الله عز وجل الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عباد الله، ولا يكفي أن الإنسان يصلي هو في نفسه ويذهب إلى المسجد ويترك أولاده، بل عليه أن يأمر أولاده بالصلاة، مميزهم وكبيرهم ومن في بيته أن يأمرهم بالصلاة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكيف يرضى المسلم أن يخرج إلى الصلاة ويترك أولاده على فرشهم أو يلعبون ويلهون ولا يصطحبهم معه ويلزمهم بالصلاة، مع أنه مسؤول عنهم أمام الله جل وعلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن كان يسكن في بيتك من رجال ونساء وكبار وصغار وضيوف فأنت مسؤول عنهم وهم رعيتك، يسألك الله عنهم يوم القيامة. كثير من الناس يسهرون على اللهو واللعب وعلى الغفلة، بل ربما على المعاصي وعلى مشاهدة الأفلام الخليعة وعلى مشاهدة الفضائيات الساقطة وعلى مشاهدة اللهو واللعب وضياع الوقت، ثم ينام عن صلاة الفجر ولا يصلي إلا إذا قام للعمل الوظيفي، قام وصلى ثم ذهب إلى العمل، هذا لا تقبل صلاته، لأنه صلى صلاة على غير الذي على غير الصفة التي طلب الله منه، وهي أن يصليها في وقتها مع جماعة المسلمين. أما أنه يؤخرها عن وقتها، وأما أنه يصليها منفردا من غير عذر شرعي، فإنها لا تقبل منه، وإن قبلت كما إذا صلى منفردا، إن قبلت في هذه الحالة فإنها تكون ناقصة نقصا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27، وفي رواية 25 درجة، فهي صلاة ناقصة، ولا يرضى الإنسان بالنقص في دنياه فكيف يرضى النقص في دينه؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وأعداء المسلمين الذين يريدون أن يكذبوا رسولك وأن يغيروا دينك، من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين. اللهم كف عنا بأسهم وعدوانهم وطغيانهم وشرهم، واجعل ذلك في نحورهم وعائدا عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد رأيهم، اللهم قوي عزائمهم على الحق، اللهم اكفهم شر أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وجلساءهم ومن حولهم. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.